يقول أرجو لكم من الله التوفيق والسداد. ولقد سمعت كثير من الناس يقول لبعض الناس أنت بني آدم حيوان ناطق، فهل هذا الكلام صحيح؟ أكون ابن آدم حيوان ناطق؟ والله هذا الكلام مجرد فلسفة وأرجو الإفادة فيه وشكرا. لا له إلا هذا الكلام. لا، يقول والله هذا الكلام مجرد فلسفة وأرجو الإفادة وشكرا. نعم، نقول هذا الكلام أن الإنسان حيوان ناطق هو من مصطلحات الفلاسفة، لأن الحيوان عندهم ما كان فيه حياة وروح ونفس، والفصل في هذا الحد للإنسان هو كلمة ناطق، فيقولون إن الإنسان حيوان ناطق وهو من بني آدم. ولكن هذه الكلمة أصبحت الآن في عرف الناس كلمة سب وشتم، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقولها لأخيه، لا سيما في مقام المغاربة والمخاصمة، لأنها حينئذ تكون سبا. نعم.